Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to do some exercises from student book from page 54 and 55. راح نحل مع بعض إن شاء الله أسئلة الريفيو 6. اليوم يا تاني يا حبايبي رح نحل مع بعض إن شاء الله بعض التمارين من الكتاب الملون من صفحة 54 و55 اللي هي أسئلة الوحدة أسئلة المراجعة على يونيت 6 ريفيو 6 اكسرسايز A. افتح لي مس كتابك على صفحة 54 بحكي لنا اكسرسايز A look and number معناها انظر ورقم تمام. عندنا the first picture الصورة الأولى بنت قاعدة بتصحى من النوم، الصورة الثانية بنت وقاعدة لابسة تنورة وعند يعني فاتحة الخزانة، نمبر 3 بنت بتفرشي بأسنانها، ونمبر 4 بنت قاعدة بتتناول طعامها. الجملة الأولى بحكي لنا I eat breakfast every morning اللي هي يعني من الصور هاي اللي هي الصورة الرابعة، إذا هون بنحط رقم 4. نمبر اللي جنبها بحكي إن I brush my teeth every morning إنه أنا بفرشي أسناني كل صباح اللي هي الصورة الثالثة. بعدين إن هون بحكي لنا I get dressed every morning إنه هي بترتدي التنورة تاعتها الفستان عفوا التنورة يا مس أنا آسفة كل صباح اللي هي مس الصورة الثانية بنحط هون عنا نمبر 2. بعدين عنا the last one I get out of bed every morning إنه أنا بستيقظ وبخرج من التخت اللي هي الصورة الأولى يا حبايبي بنكبس عنا نصلح لحالنا good job يا تاني. ننتقل للإكسرسايز اللي بعده اللي هي إكسرسايز بي أند سكرامبل أند رايت اللي هم أخذنا فيهم لا ما أخذنا فيهم الإملاء بس سهلين يعني أند سكرامبل أند رايت تمام. نيجي هلا لإكسرسايز سي لو بيحكي لنا read and click true or false رح أقرأ وبعدها رح نشوف جواب الصح ولا غلط تمام. بيحكي لنا يا مس القصة عن بنت اسمها شيلا. شيلا gets up at 7 o'clock in the morning. She brushes her teeth at 7:30. She goes to school at 8:30. She comes home at 3:30. She eats dinner at 7:30 in the evening. She does her homework at 8 o'clock. She goes to bed at 10:15. بحكي لنا إنه شيلا تستيقظ من النوم في 7 صباحا بتفرش أسنانها في 7:30 تذهب للمدرسة في 8:30 بتروح ترجع على بيتها على 3:30 بتاكل تتناول طعام عشائها في 7:30 مساء وبتحل واجباتها في 8:00 بعدين بحكينا شي goes to bed بتروح تنام يا مس على 10:00 تمام. هلا بدنا نشوف بحكينا نمبر 1 شيلا براش هير تيث ات 7:30 AM هي بتفرشي أسنانها على 7:30 غلط ما بتفرشي أسنانها على 7:30 brush her teeth هيو brush her teeth at 7:30 عفوا هي بتفرشي أسنانها على 7:30 إذا بيكون عندنا الجواب true تمام. نمبر 2 بيحكي لنا she does her homework at 9 PM هي بتحل واجباتها على 9 غلط هي بتحلهم على 8:00. نمبر 3 بيحكي لنا شيلا goes to school at 8:30 بتروح على مدرستها PM على مدرستها 8:30 بالليل. احنا حكينا متى بتروح على مدرستها goes to school at 8:30 8:30 بس احنا مساء غلط هي بتروح صباحا اذا بنقول false. نمبر 4 شيلا comes home at 3:30 PM بتروح من مدرستها على 3:30 PM مظبوطة إذا نحكي true. نمبر 5 شيلا eats dinner at 7:30 AM تتناول طعام عشائها في 7:30 صباحا false. and the last one شيلا goes to bed at 9:30 غلط إحنا حكينا 10:15 إذا false نصلح لحالنا good job يا حبايبي يا تاني. ننتقل لصفحة 55 في عنا هذا الإكسرسايز اللي هو هذا كتير مهم يعني بيعتمد على الفهم مش بس إنه listening. بحكي لنا listen and complete the story.
عندنا بايك دراجة، نايت ليل، لايت دو، بايك دراجة، وفايف رقم خمسة. القصة عن واحد اسمه أندرو، بيحكي لنا أندرو رايد هيز، إيش هو بركاب؟ بايك. أت متى بركاب؟ 5 o'clock. 5 o'clock every evening. He has a light. هو عنده ضوء. On his bike. هو عنده ضوء في دراجته. وين راحت كلمة بايك الثانية؟ On. When he rides at night. إنه ولما يركبها. راح أسمعكم إياها. يلا اسمع. His bike. كمان مرة. Andrew rides his bike at 5 o'clock every evening. He has a light on his bike when he rides at night. إذن هيك بنكون سمعناها يا حبايبي. صلح لحالنا. ليش his bike؟ هو هون بايك وهون بايك، نصلح لحالنا فيها غلط يا ميس، بس الحل تاعنا اللي هو كان الصحيح. تمام، ننتقل هلا للاكسرسايز اللي بعده اللي هو اكسرسايز مش عارف ليش على الابلكيشن مش راضي يصلح، بس هو هذا هيك الحل الصحيح. نروح هلا لعند اكسرسايز اي، بيحكي لنا لوك اند ماتش، بدنا ننظر ونوصل. عندنا لايت اللي هو الضوء، بنوصله مع الضوء. 5 اللي هو مع رقم 5. كايت اللي هي الطائرة الورقية. تايت اللي هي ضيق. نايت اللي هو الليل. وعندنا بايك اللي هي الدراجة. يا حبايبي نصلح لحالنا، جود جوب. نروح للإكسرسايز اللي بعده اللي هو دراج ذا كور، ذا كور اللي هو عندكم find the words اللي هو إنه نوجد الكلمات. في عنا بايك دراجة، 5 رقم 5، كايت اللي هي الطائرة الورقية، لايت الضوء، تايت ضيق، نايت اللي هو الليل. رح نبلش عنا number 1 في البايك اللي هي الدراجة، هيها هون. بعدين عنا 5 اللي هي هيها هون. بعدين عنا كايت هيها هون. بعدين عنا لايت، اللايت كأني مش عارفة مال إيدها. خليها نشوف، عنا كلمة تايت كمان يا حبايبي، وعنا كلمة نايت. خلينا ندور عليهم مع بعض. إيه اللهم صل على سيدنا محمد. هي عنا كلمة نايت، تمام. في عنا كمان ضايل كلمة تايت ولايت. مش عارف ألاقيهم، خلينا نحاول نشوف. عنا كلمة تايت، طيب مش مشكلة، هدول بضلهم يمس معاكم انتو، يعني هذا هيك مثل الجيمز لكم انتو يا تامي. هيك يا حبايبي بنكون خلصنا حل أسئلة المراجعة على الوحدة السادسة. ديروا بالكم على حالكم. Have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. Goodbye.